التقى لمن بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع. بالفعل لاعب شاب التقاء والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا. نعم الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي. هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2. هنا الإعادة الكرة لعبت وعادت لمرمى الحارس خالد العسكري. يعني قلت هذه مباراة غريبة. نعم غريبة. عادت المرمى كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش. 3-2 لفريق المغرب الفاسي. أغرب كرة تابعتها في العشر سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية. أغرب كرة في الضربات الترجيحية. نعم 3-2 لفريق المغرب الفاسي. الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا. ضغط المباراة كم هو محدود.